نرجع مرة تانية مشاهدين علشان نبدأ تاني فقرة حوارية معانا. وطبعا احنا قلنا ان اليوم النهاردة فقرة خاصة جدا علشان بنغطي فيها جزئية الامتحانات وتأثيراتها السلبية وازاي نتعامل معها, فهي خاصة قوي بكل الطلاب اللي بيعدوا بمرحلة الامتحانات او بيعانوا من هذه الاعراض. طلاب كتير جدا اول ما بيمسكوا ورقة الامتحان, ويمكن كتير مننا عاشوا الفترة دي, يعني احنا مش شجيع السيمة, يعني احنا كمان عدينا بالمرحلة دي, بتجيلنا حالة خوف رهيبة, ممكن ننسى حاجة كنا مذاكرينها كويس قوي, ممكن توصل كمان لحالة إغماء حتى ولو هم كمان مذاكرين كويس, ومش بس وقت الامتحان لكن ممكن كمان ما بعد الامتحان. فالجزء ده او حتة ان انت إن الطلبة بتخاف او بيجي لها إغماء بيبقى ليه شق عضوي هام جدا. كمان بالإضافة للكلام ده أنه في حاجات تانية كتير ممكن يتعرض لها الطلاب في الوقت ده. خلونا نعرف ونتعرف أكتر عن الإسعافات الأولية للطلاب في حالات الإغماء وغيرها من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو دكتور أحمد طايع, استشاري الجهاز الهضمي وعلاج السمنة. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح النور. صباح الورد يا دكتور, اهلا بحضرتك. يمكن الفقره اللي قبل حضرتك كنا بنتكلم على الجانب النفسي وتاثيرات الاسترس النفسي او الضغط العصبي على الطالب في فتره الامتحانات, فمهم برضو ان احنا نغطي الجانبين اللي هو الجانب العضوي ايضا. تمام. اسباب حالات الاغماء اللي بيتعرض ليها الطلبه اثناء فتره الامتحانات بتكون ايه غير الخوف؟ في كذا سبب من الاسباب, من اهم الاسباب الطبيه والعلميه اللي احنا بنشوفها معانا حتى طلاب المدارس لحد طلاب الجامعه حتى ماجستير كمان. تمام. اهم حاجه اللي احنا نخلي بالنا منها غيبوبه سكر منخفض. نعم. او بمعنى اصح حضرتك عندك امتحان نسيتي تاكلي, نسيتي تعشي, فبالتالي الانسولين طلع كسر السكر الموجود في جسمك او مخزن او بنزين اللي بيحركك. تمام. وصلتي للصبح برضو ما اكلتيش عشان خاطر عماله تذاكري, بتوصلي لمرحله اللي كميه السكر الموجود في الجسم بتختفي تماما او تنزل اقل من 50 ملي جرام. هل ده معناه ان العشاء والفطار مهمين جدا؟ دي جدا جدا. طب يعني ازاي والناس بتقول لك انا مش هتعشى بقى لان بتخن او بيطلع لي بطن او لا بالعكس بكوبيسة. يعني حضرتك لو هتتكلمي على السمنه الصح للشخص لو فطر كويس مش هيحصل له سمنه, عشان بتوصلي لمرحله الغداء ما تبقيش جعانه قوي, بتوصلي لمرحله العشاء ممكن تتغاضي عنها خالص. بس حضرتك قلت ان التغاضي عنها مش كويس. احنا بالنسبه للامتحانات انا عندي دلوقتي حضرتك عندك امتحان بكره, طبيعي ان انت عشي كويس وتفطري كويس جدا. او معنى اصح تفطري كويس تدخلي كميه كربوهيدرات ونشويات لجسمك عشان هي دي سكر الجلوكوز اللي بنزين اللي بيحركنا على مدار اليوم بما فيها المخ بتاعنا. قبل ما انام بقد ايه بقى؟ لانه الاكل طبعا والنوم مره واحده ده مش كويس. الطبيعي ان احنا قبل ما ننام بساعتين ثلاثه. طبعا. حتى لو خايفين على جسمنا من السمنه قبل ما ننام بساعتين ثلاثه بحيث ان احنا نسيب شويه الجلوكوز ده والسكر ده يتحرق في الجسم على هيئه طاقه. بس يا دكتور اعتقد انه الاكل بقى هو هنا اللي بيلعب لعبته, يعني فعلا. انه الاكل يكون مش بكميات كبيره. يعني بالزبط. يعني صح, يعني المفروض وجبه الفطار مهمه جدا ناخد فيها كل العناصر الغذائيه اللازمه للجسم في نفس الوقت العشاء, ولكن ما يكونش وجبه دسمه. هي دي يمكن نقطه حضرتك اتكلمت فيها كويسه جدا. احنا طبيعي في جسم اي شخص نسبه النشويات او نسبه السكر الجلوكوز اللي احنا محتاجينها 4 جرام لكل كيلو جرام. يعني لو حضرتك وزنك 60 كيلو هتضرب 60 كيلو في 4. تمام. فبالتالي اللي احنا مثلا ماكسيمم الدوز اللي احنا عايزينها 220 ملي جرام, يعني علبه عصير. فدي نصيحه لكل شخص بيمر بموقف امتحانات عشان خاطر ما تحصلش موقف اللي انت تنسى تاكل وتشرب, فبالتالي يحصل لك غيبوبه سكر منخفض ومره واحده يحصل اغماء ومره واحده ما حدش بيعرف يتصرف في لجنه الامتحان, يمكن عشان ما فيش طبيب بشري موجود. فيا ريت كل شخص قبل ما ينام يتعشى كويس جدا, واول ما يصحى قبل الامتحان بساعتين ياخد كميه كربوهيدرات كويسه اقصاها كوبايه عصير. طيب نتكلم بقى عن الاعراض والمشاكل اللي بيتعرض لها الطلاب قبل فتره الامتحانات, وخصوصا الطلاب اللي عندهم قلق. يعني في طلاب بيبقوا ما عندهمش اي مشكله, وفي طلاب بيبقى عندهم قلق جامد جدا وخوف مرضي لدرجه ان قبل الامتحان بيوم ممكن يجي لهم رعشه, ممكن يجي لهم حاله من القيء, ضربات قلب سريعه, ممكن كمان تنسيهم كل اللي هم مذاكرينه. في الحاله دي الطلاب دول يعملوا ايه او يتعاملوا مع نفسهم ازاي من الناحيه الطبيه؟ ببساطه حضرتك عرفتي غيبوبه السكر المنخفض بالظبط للشخص دلوقتي لو هو ما كانش كويس, لو الشخص عنده استرس بيحرق كميه سكر الجلوكوز بطريقه اكتر, فبالتالي هنلاقي الشخص اللي واقف جنبينا او بيمتحن جنبينا مره واحده حصل له اللي هو وقع من طوله قدامنا او حصل له اغماء
فجائي، يعني مش هيجي يقول لحضرتك انا دايخ وبعد كده هقع، لا ده هو بيقع مره واحده. طب بيتلحق ازاي؟ تمام. يعني اول حاجه اللي احنا نشخص بس الموضوع صح، يعني لو اي شخص جنبه، لو حضرتك حصل الموقف ده، الطبيعي اول حاجه بتشوفيها هل الشخص عرقان ولا لا، هل الشخص قبل ما يحصل له الاغماء في رعش عنده ولا لا، كل دي اعراض غيبوبه السكر المنخفض. ابسطها لو جينا قسنا النبض، وده سهل جدا عن طريق هنا او عن طريق الرقبه، هنلاقي فيه تسارع في ضربات القلب بصوره كبيره جدا، وده يمكن من نعمه ربنا سبحانه وتعالى اللي عايز يحمي الشخص من الموت، فبالتالي القلب بينقبض بسرعه جدا عشان يوصل المخ الدم للمخ، فبالتالي ما يحصلش فيه وفاه. فاي شخص يحصل له الموقف ده يا ريت اول حاجه تشوف النبض، تشوف وعي الشخص، تمام. واول حاجه لو الشخص واعي اديله اي حاجه بسكر، اي حاجه مسكره، حتى لو عصير، حتى لو شوكليت، حتى اي حاجه. طب الشخص لو مش في وعيه ساعتها حضرتك لازم تكلمي الاسعافات الاوليه او اي طوارئ في اي مكان انت موجوده فيه، عشان كده لازم الشخص يعلق سكر جلوكوز، عشان لو السكر كميته فضلت اقل من 50 ده خطر جدا وممكن يؤدي الى الوفاه. دي التنفس وسرعه ضربات القلب بتكون اعراض لايه بالظبط؟ سرعة ضربات القلب ودي التنفس دي أول سبب من أسباب السكر المنخفض. فهتيجي تدوري على السبب هتلاقي الشخص ده ما تعشاش كويس ولا فطر كويس، أو طول الوقت بياخد كافيين أو يشرب نسكافيه وخلاص والموضوع بينتهي على كده. تاني حاجة عايزين نتكلم عليها، اللي قلة الأكل دي ممكن تجيب حاجة اسمها ستريس ألسر بالنسبة للجهاز الهضمي عندنا، أو قرح عصبية، دي يمكن بنشوفها في ستات كتير جدا اللي من كتر العصبية بتاعتهم بيحصل قرح في البطن، ممكن يحصل قيء، ممكن يحصل كمان قيء دموي للشخص، تلاقيه ممكن يحصل له قيء وفي دم، ده كل ده ملوش دعوه بالجهاز الهضمي، ده دي قرح عصبيه كنا زمان بنشوفها ايام الحروب، بس دلوقتي مع الدنيا وانشغال الناس ممكن نشوفها. لو اي شخص حصل له ضغط عصبي كبير جدا هنلاقيه عنده قيء، هنلاقيه نفس اعراض ارتجاع مريء، ممكن يحصل ضيق في التنفس، وكمان الاعراض دي بتتشابه جدا مع مريض القلب. يعني ناس كتير جدا بتجيلنا يجي يقول لي انا قلبي وجعني، هو مشكله مش في القلب، هو مشكله في الجهاز الهضمي، بس دايما في لخبطه ما بين وجع الجهاز الهضمي ووجع القلب، وكله بيجي زي القولون برضو احيانا بالزبط. بيبقى في اوجاع قولون بتبقى متشابهه جدا مع ازمات القلبيه بالظبط كده، وتلاقي الشخص كمان ماسك قلبه بالظبط، بس هي النقطه مش نقطه قلب، هي نقطه ارتجاع في المريء في الجزء دوت، فبيحصل له مشكله وخلل اللي الحامض بيطلع زياده يعني عن اللزوم. يعني لازم تشخيص متخصص، لازم تشخيص متخصص. بس بالنسبه احنا دلوقتي بنتكلم على الاسعافات الاوليه بالزبط. لازم تسعفي الشخص، احنا حتى الشخص اللي عنده سكر والسكر بتاعه عالي لما بنشوفه في غيبوبة أو في مشكلة عنده بنديله سكر، مفيش مشكلة، احنا ما بنخافش من غيبوبة السكر العالي. طب لو انت سايق السيارة يعني سايق عربيتك لوحدك أصلاً، يعني الحالة دي ممكن يعني تمسك الشخص هو لوحده في العربية، ينقذ نفسه ازاي أو يسعف نفسه ازاي؟ أول حاجة لو احنا غيبوبة سكر منخفضة أو الشخص عنده هبوط وفي عرق وفي تاكيكارديا أو ضربات القلب زيادة جدا، أي حاجة مسكرة قدامه يعني مهم بقى في شنطتنا بونبوني شوكليت اي حاجه. وبالنسبه لاي شخص عنده امتحان، دي نصيحه انا بعتبر، يعني في ناس كتير جدا بنعمل لهم نظام دايت عشان يمشوا عليه، بنعتبر الشخص اللي عنده الامتحان ده زي كواحد عنده مسابقه، مسابقه جيم مثلا او كمال اجسام. فالطبيعي ان انا بدخله نسبه كربوهيدرات قبل الامتحان بساعتين، اللي احنا اتكلمنا فيها 4 جرام لكل كيلو جرام، يعني يعتبر ربع كيلو عصير. الاستيقاظ الصبح بدري قوي بيبقى يمكن انت معدتك مش مجهزه للاكل، فيعني بالعافيه بتاخد الكافي بتاع الكافي بتاعتك وانت نازل. ما هي نقطه الكوفي دي هي دي اللي بتجيب الستريس ألسر وضربات القلب كمان بالظبط، واللي الشخص بيحصل قيء، فبالتالي حتى كميه السكريات اللي انت خدتها في الكوفي انت طلعتيها من جسمك. طب تعوضها في قطعه شوكولاته مثلا، قطعه شوكليت، ممكن شويه عصير. فبالتالي هي دي احسن دوز او احسن جرعه للكربوهيدرات والنشويات تخش جسمك قبل الامتحان او قبل المسابقه بساعتين. بعد كده حتى اثناء الامتحان الصح والطبيعي اللي الشخص ياكل يشرب كربوهيدرات برضو او شويه عصير. يمكن في البلاد الاوروبيه بنشوفهم دايما في الامتحان بتاعهم حاطين الاولاد شوكليت وعصير والكلام، هم الناس دي ما بتتحركش، الناس دي فعلا بتتكلم بجد، اللي بيضمنوا كميه سكر الجلوكوز اللي طالع في الجسم، فبالتالي اللي طالع للمخ، فالطالب هيفضل مركز والبنزين اللي بيشغل له مخه هيفضل موجود جواه. طيب دكتور احنا اتكلمنا عن الطالب اللي من كتر خوفه ما بياكلش او ما بيهتمش بالنظام الغذائي بتاعه في فتره الامتحانات، بالنسبه للطالب بقى اللي بياكل كتير جدا في فتره الامتحانات كنوع من الهروب او ان هو عايز يشغل نفسه باي حاجه او يبعد عنه التوتر والخوف بالاكل، بيعوض بالاكل، ده نتعامل معاه ازاي؟ ده نتعامل معاه اللي احنا اول حاجه نشخص ايه المشكله بالنسبه له. الاعراض اللي حضرتك قلتيها دي كلها ممكن تنفع لمريض السكر المرتفع، لشخص عنده سكر وهو بيبقى عنده شراهه مش واخد باله.
في حاجة تانية عايزين نخلي بالنا منها، نسبة الإنسولين بتلعب دور كويس جدا في الجسم، فبالتالي الإنسولين لو نشط عندك شوية أو البنكرياس نشط هيكسر لك السكريات، فبالتالي هيبقى عندك شراهة للأكل، هتاكلي أي حاجة أو تشربي أي حاجة. وكل حاجة ليها علاج، يعني إحنا بالنسبة لنا في الجهاز الهضمي وعلاج السمنة في أدوية بتمنع الشراهة أو بتلعب على البنكرياس عشان الشخص يحس اللي هو ما فيش شراهة فيه. بس الأدوية دي ما بتبقاش مضرة إن هي بالعكس. بتبدأ تشتغل على المخ دي أدوية، دي غير أدوية الدايت بقى. لا دي غير أدوية. دي حاجة تانية. دي حاجة طبية بحتة. تمام. طيب. اللي أنا بعالج المشكلة بتاعت حضرتك اللي فيه شراهة، أو في ناس كتير بتوصل مرحلة بيصحى من النوم يفتح التلاجة ياخد أكل. والأكل بيبقى بلا وعي على فكرة. بالظبط كده. دي ببساطة بتتحل بأدوية مع التشخيص الصحيح. طيب بالنسبة برضو للطلاب اللي بيتعرضوا لنزيف وتحديدا نزيف من الأنف. تمام. ده بيبقى إيه؟ هل ده بيبقى ضغط عالي ولا برضو بيبقى ناتج عن توتر وارتباك؟ ده بيبقى ضعف في الشعيرات الدموية الخاصة بالأنف، وده نتيجة الضغط المرتفع للشخص، ممكن في الاسترس ضغطه يعلى قوي. تمام. ودي بتبقى مشكلة كبيرة جدا اللي الشخص بيبقى أول مرة يتعرف اللي ضغطه بيعلى، أو معنى أصح حضرتك عمرك ما حصل لك الموقف ده، بس مرة واحدة بتلاقي مناخيرك بتنزف. دي رحمة من عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي الشخص لو الضغط المرتفع بتاعه ده ما فيش حاجة صرفت هيحصل مشكلة في المخ أو تلف في خلايا المخ، فيمكن دي رحمة من ربنا. شوية النزيف اللي الشخص بيشوفهم دول ده دي حاجة بتقلل الضغط المرتفع اللي عنده. طب دكتور لو اتكلمنا عن المشروبات بقى اللي ممكن تساعد على التركيز، ممكن حتى تقلل من الأعراض أو المشاكل اللي احنا اتكلمنا عنها، الدوخة والرعشة وضربات القلب والشعور بالقيء، هل في مشروبات معينة ممكن تخلينا نتخلص من الأعراض دي؟ ببساطة الحاجات اللي فيها أنتي أوكسيدنت أو مضادات الأكسدة، يمكن مضادات الأكسدة بتلعب دور كبير جدا في الشاي الأخضر مثلا، الشاي الاخضر او اي حاجه مفيده بالنسبه لنا، التفاح انتي اوكسيدنت، الموز يعتبر انتي اوكسيدنت، او معنى اصح يعني نصيحه لكل ست البيت، اي حاجه حضرتك بتقطعيها وبتسيبيها في الهواء بتسود. اوكي. دي مهمه. البتنجان صح مثلا، في حاجات كتير جدا التفاح يعني الفاكهه، التفاح، الموز، الحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها اللي لونها بيتغير لما بيتغير في درجه الجو الطبيعيه. مهمه المعلومه دي وجديده. فبالتالي لازم الشخص ياخد الانتي اوكسيدنت دي. الكميات قد ايه يا دكتور؟ يعني ياكل قد ايه موز مثلا في اليوم، قد ايه كم تفاحه؟ الطبيعي اللي احنا جسمنا محتاجه زي ما قلت لحضرتك 4 جرام لكل كيلو جرام. يعني لو انا وزني المعدل بتاعي 70 او 80 هو انا اخري ربع كيلو، اكتر من كده مفيش اي فايده فيه. يمكن الناس برضو تمسك نوع واحد وتقعد تاكل فيه كتير بالزبط. لا، هو جسمك بياخد في المخزن بتاعه اللي هو محتاجه، والباقي ده بيخرج الى خارج الجسم. يعني مش ممكن اي فايده. موزه او اتنين في اليوم ده هي جاست موزه كفايه جدا، موزه كافيه. عشان بس الناس اللي بتفتري يعني على يمكن الموز كويس جدا عشان في نسبه بوتاسيوم عاليه، وده كويس جدا بالنسبه للاعصاب وقوه الاعصاب. بالنسبه لحضرتك كنت بتتكلمي اللي في ناس ستريس ممكن يحصل لهم مشاكل اكتر بالزبط. من كده هل في علاقه ما بين اكل فاكهه الموز بالنسبه للسيدات والتجاعيد وتاخير ظهور الشيخوخه، ولا ما فيش علاقه؟ دي من الحاجات المهمه ومنعمه ربنا في الانتي اوكسيدنت مضادات الاكسده اللي دي بتلعب على عوامل الشيخوخه. يعني معنى اصح بنلاقي الناس الفيجيتيريان اللي بياكلوا خضار وفاكهه بس، البشره بتاعتهم نضره اكتر، المخ بتاعهم شغال اكتر، ده عن طريق اللي هم بياخدوا فعلا غذاء صحي وهو مضادات الاكسده. زائد النقطه المهمه جدا، الحاجات دي مضاده للسرطان. فدي نعمه من ربنا سبحانه طبعا. وتعالى بعد ما ندفع فلوس كتير قوي في ادويه، لا حضرتك لو الانتي اوكسيدنت يوميا بالنسبه لك ده هيؤدي الى اللي حتى لو في فرصه حدوث سرطان مش هتحصل ان شاء الله. يعني الوقايه خير من العلاج فعلا. طب لو في حد اكتفى بنوعين بس من الفاكهه يبقوا دايما موجودين في بيته، يعني مثلا لو انا، لان برضو يعني في ناس ما بتحبش كل انواع الفاكهه تمام. حتى كطعم، فاحط مثلا لو اعتمدت فقط على التفاح والموز يبقوا طول الوقت موجودين في البيت، هل ده كافي ولا برضو هيبقى جسمي ناقصه حاجات معينه؟ لا، جسمك هيبقى ناقصه حاجات. احنا بنتكلم عن الحاجات المهمه بالنسبه للجسم. في عندنا عناصر مهمه جدا، صوديوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم وفوسفورس. في الناتس بقى ممكن الناتس بالظبط. لو في انت ماسكه نوع فاكهه واحد اوكي، وده يمكن في انظمه ريجيم غريبه شويه طلعت الكيميكال دايت بالظبط، الحاجات دي فاشله. بس انا مش بتكلم على الفاكهه دي طول الاسبوع. انا مش بتكلم على الريجيم، انا بتكلم لا احنا بنتكلم على الشخص الطبيعي اللي انا ما بحبش نوع فاكهه معين. اوكي تمام. فبالتالي لو انا مثلا ماسك حاجه زي الموز وعمال باكلها هيبقى عندك نسبه بوتاسيوم كويسه جدا، بس في نقص في بعض العناصر. هل دخلتي كالسيوم؟ مفيش. هل دخلتي مغنيسيوم؟ مفيش. فبالتالي هتبقي كويسه في ليفل حاجه واحده في العناصر الامينيه المهمه بالجسم، وفي عناصر تانية هتبقى فاشله جدا. ده هنلاحظها بايه بقى؟ اللي الشخص ممكن يحصل له مشاكل كتيره جدا، يعني زي نقص المغنيسيوم ممكن اللي الذاكره بتتاثر تمام، تجاعيد في الوش، مشاكل كتير قوي عشان خاطر حضرتك اهملتي عنصر من العناصر المهمه جدا. ويمكن بنبسطها اللي الشخص لما حتى يجي ياكل فاكهه او خضار حاول تجمع ما بين اربع الوان،
يعني لو حضرتك هتعملي سلطة فواكه خليها أربع تلوان، فبالتالي هتلاقيكي ملمة كل العناصر المهمة. لو ست البيت بتعمل طبق السلطة تخليه أربع تلوان، فبالتالي هيبقى كل العناصر الموجودة كل الفيتامينز. إيه الأربعة؟ هو المفروض أحمر أخضر أصفر، إيه كمان؟ أحمر وأخضر وأصفر. وممكن نخلي فيه حاجات الفايبرز الخضرة. طب ما تقول لنا يعني انواع يا دكتور الخضار ايه مثلا؟ احنا كنا عن الفاكهه، نتكلم برضو عن الخضار. الخضار مثلا ايه الاخضر اللي احنا بنشوفه؟ الكابوتشا، الخس، الخيار، الاصفر، الفلفل الاصفر، والجزر. طبعا من الحاجات المهمه جدا برضو بالنسبه للتخسيس الجزر كويس جدا. الاحمر، ممكن الطماطم، في فلفل احمر وفي طماطم مثلا. اهو انتوا اشطر مني المفروض في الحاجات دي. والبنجر برضو لانه بالزبط. مهم قوي. ادينا جبنا الاربع الوان. الخيار بيتعب القولون، نشيل القشره بتاعته زي الطماطم بالظبط. الحاجات دي مفيده جدا. طيب. بس قشرتها تقيله علينا فنشيلها يا ريت. بس هي فعلا بتتعب القولون في حاله وجودها القشره. طيب بما اننا اتكلمنا عن القولون بقى، برضو القولون العصبي بيجي من التوتر ومن القلق. تمام. ازاي نقدر نتخلص من المشكله دي؟ القولون العصبي يمكن عايزين نبسطه للناس، هو عباره عن حركه القولون اللي فيه جزء بيقفل وجزء بيفتح، جزء بيقفل وجزء بيفتح. بيبقى ربنا عامل لنا خلايا عصبيه هي اللي بتتحكم في التعصير بتاع الاكل ده عشان يطلع الى خارج الجسم. فبالتالي لو حضرتك عندك ستريس بيبقى نسبه التعصير دي بتبقى زياده جدا، فبالتالي اللي الشخص بيحس بكركبه في بطنه، تقلصات بطني مقلوبه، في اصوات بتطلع من بطني، الحاجات دي كلها بنسمعها في المرضى وبنفضل ندي ادويه كتير جدا وبرده بيبقى النتيجه مش كويسه. بعد كده بنتكلم في التاريخ المرضي مع الشخص، وده يمكن لازم الطبيب ياخد تاريخ مرضي كويس جدا. هل حضرتك حالتك النفسيه كويسه ولا لا؟ عشان ممكن تطلع مشكله كلها نفسيه وفي الخلايا العصبيه دي هي المشكله، فبالتالي هعالجها بطريقه صحيحه وهبعد خالص عن القولون. عشان القولون ده بحر كبير جدا، في قولون متقرح وفي التهابات القولون ملهاش دعوه خالص بالقولون العصبي. الناس بتقعد تاخد دواء لالتهابات القولون والغازات، بس هي اصلا عندها قولون عصبي. ده ملوش علاقه بالظبط مهما اخدت ما فعلا بيبقى حل فعلا ببساطه. يعني حتى بنشوفه عندي في المركز، المريض بتكلم معاه بطريقه كويسه، بشوف مشكلتك ايه وبنشخص المشكله دي وابسطها لك، وادويه بسيطه بتمنع حركه القولون الزياده عن اللزوم دي. فبالتالي الموضوع بيبقى اهدى بكتير جدا. طيب نصائح عامه بقى في اخر فقرتنا كده نختم بيها الفقره لمشاهدينا او خصوصا للطلاب، ايه اللي تحب توجهه للطلاب كنصائح عامه؟ يمكن نصائح للطلاب يعني ولينا كلنا، يعني انا شخصيا واحد من الناس في امتحانات الماجستير كنت تعبت وحصل لي برضو يعني يعتبر غيبوبة سكر منخفض وكنت عايز يحصل فيه قيء والكلام ده كله. اهم حاجه الشخص لازم يفهم ان دي مش نهايه الحياه. انت امتحانتي كان امتحان في حياتك كتير جدا، دي مش نهايه الحياه، فبالتالي مش لازم يبقى الاسترس عالي قوي لدرجه ان انا هموت نفسي. بس ما هي الفكره يا دكتور انه بيبقى مستقبل او تحديد مصير، يعني ما احنا كل مره بنيجي نقول كده اللي هو مستقبل تحديد مصير، بس لازم ابقى انا اقوى من الظروف دي. او معنى اصح اللي مش ده نهايه الحياه بالنسبه لي. لازم كل شخص داخل امتحان بالعكس انا هعمل ربنا يقويني عليه وخلاص، انا ذاكرت مش ده نهايه الحياه بالنسبه لي. يعني حديث النفس للنفس. يعني انت حديثك يمكن انت مش عارفه تعمليه مثلا لنفسك، بس ممكن تعمليه لابنك او الام تعمله لابنها والاب يعمله لابنه او بنته. هيفرق كتير جدا. الشخص اللي بيقعد يراجع لحد باب الامتحان خلاص الموضوع هيهدى، اول ما هيركن عربيته وينزل الامتحان خلاص يقفل الكتاب. هو ده صح اصلا ان الواحد يقعد يراجع لغايه باب الامتحان؟ اللي المخ بتاعك بيقفل يتوقف عن المذاكره بقى من امتى؟ يعني من قبل الامتحان بكام ساعه؟ المفروض قبل الامتحان بساعه، بساعه واحده. حضرتك تبطلي خالص مذاكره، تدخلي كميه سكر الجلوكوز اللي هتنفعك بعد ساعه من الامتحان، ودي حاجه مهمه جدا لجميع الطلاب اللي ما تهتمش بالنسكافيه والحاجات دي كلها. لا حضرتك لو انت في امتحان 3 ساعات تمام، هتقضي اول ساعه كويس، تاني ساعه هيحصل لك نقص جلوكوز، هتحس برعشه، هتحس ان انت بتفضل تعرق، بس ساعتها محدش هيقدر يدخل لك سكريات. فبالتالي يا ريت كل شخص يحفظ كميه السكريات اللي مدخلها في جسمه عن طريق علبه العصير في الساعتين اللي قبل الامتحان. ده من العادات الاصيله عند الطلبه، يمسكوا الورقه لحد اخر لحظه يراجعوا، يعني حتى لغايه وهو في الامتحان يعني قبل ما ياخد الورقه بتاعه الامتحان فلو يشيل الورقه ويجيب ورقه بدلها. يمكن من الحاجات اللي احنا شفناها بقى في الامتحانات والحاجات دي كلها الفازو فيجال اتاك. اوكي. اللي الشخص بيجي له اتاك او بيجي له نوبه يقع مره واحده على الارض برضه. دي ممكن تحصل لاي شخص وهو داخل المستشفى. في ناس بتخاف من المستشفيات، في ناس حتى لما قبل ما انا بعمل لهم المنظار ما بداناش ولا اي حاجه، جاست يشوفوا اوضه العمليات ويشموا الريحه بتاعه المستشفى يحصل له هبوط، فوبيا. بالظبط. دي معروفه بالطب اسمها فازوفيجل. دي حاجه غصب عننا للفيجاس نيرف او العصب.
يحصل له مشكله. طب انا احمي نفسي ازاي بقى من الاشكال دي؟ ما انا لما اشوف طالب ماسك الورقه وقاعد كده قبل الامتحان بيوترني انا شخصيا. فعلا يعني الطبيعي وانا عايز اعمل الصح. تعملي الصح اللي انت تدخلي كميه سكريات تهدي، تقعدي في مكان لوحدك، دي سهله جدا عشان خاطر اللي انت تهدي نفسك قبل دخول الامتحان، وتخشي الامتحان مره واحده اوكي، تبقى محافظه على كميه السكريات قبل الامتحان واثناء الامتحان. وده اللي احنا بنقوله ببساطه لكل طالب، يا جماعه خلينا زي الناس بتوع بره بيفهموا عننا شويه، اللي احنا بيدوا الطالب شوكليت او عصير. يا سيدي انت ما حدش هيجيب لك حاجه، لا خد انت كوبايه عصير او علبه عصير معاك، ما حدش هيقول لك اي حاجه. طيب دكتور خلينا بس قبل ما نختم، يعني في طلاب كده بنشوفهم داخلين هادين ورايقين وبيغنوا وما عندهمش اي مشاكل وهم داخلين الامتحان، تمام ناس ثانيه لا وبينجحوا بالعكس، في ناس ثانيه وناس ثانيه متوتره وماسكه الورقه وخايفه وبتعيط وانا مش مذاكره حاجه، طبعا بيبقوا مذاكرين كل حاجه اللي هم بيقعدوا في الديسك الاولاني اللي كلنا عارفينهم دول، تمام. مين اللي هيجيب نتيجه افضل من الناحيه الطبيه؟ اللي هيجيب نتيجه افضل من الناحيه الطبيه اللي اهدى اكتر، الاهدى اكتر حتى لو هو يعني محصل اقل في المعلومات او حتى لو هو مذاكر اقل. فعلا صح كده، دي نقطه اللي بقولها لحضرتك، ان انت لو في عصبيه وستريس هتحرقي سكر كل المعلومات، لا وهتحرقي سكر الجلوكوز الموجود في جسمك، فبالتالي مش هيبقى فيه غذاء للمخ. يعني في الاخر يا دكتور الثبات الانفعالي هو كلمه السر. فعلا من يملك الثبات الانفعالي او يبقى مدرب على الثبات الانفعالي هينفع نفسه سواء نفسيا او عضويا. فعلا ودي بيتعلم الموضوع ده مش متاخر ولا دكتور شويه اللي هو لازم ولي الامر يفهم الابن او البنت اللي دي مش اخر الدنيا، انت لازم تهدى عشان خاطر تعرف تحل بطريقه احسن، لازم تاكل كويس عشان تعرف تحل بطريقه احسن. للاسف ان اولياء الامور او الاب والام هم اللي بيوتروا ابنهم او بنتهم اكتر من اللازم، اكتر ما هو بيبقى متوتر. يعني دكتور طبعا احنا بنشكرك شكرا جزيلا ونورتنا وافدتنا بمعلومات كتير، دكتور احمد طايا استشاري الجهاز الهضمي وعلاج السمنه، نورتنا وصباح الورد عليك. شكرا ليكي. صباح الورد، كل سنه حضرتك طيب، وشكرا على المعلومات القيمه.